مشكة نفسه 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 فهمت عن العالم ديالنا بالكلام ديالنا والسياسة هذيك كنا هذي بغينا نديرو مكتب جيش تحرير الناظور أنا فبخسارة وجاو مورايا وأنا لاباس ما احتجتش أنا ما عنديش مزيانة ولبسوني ودوني حتى عرفت شنو الثاني وجلسنا هكا في مكتب الصباح مع نصارى مراقب اللي كان في الخسارة الناظور كان في الخسارة دورنو كان كوماندار التعطيل التيكوروني داوه الناظور السياسي هاذي بغينا نكونو مكتب ديال جيش تحرير الناظور حيت الناظور مدار ديال حظ عبد الكريم الخطابي عملوا معنا غدا في العشرة جينا نختاروا الحالة هذيك جلسنا أنا قلت له واحد السيد كيقول له عرفت كنت مسمعني كعرب اسبانيولية وهذيك تا هو كان معايا في الحاجة جينا كان هذول قالوا احنا ما نعطيكمش الرخصة احنا عندنا اتفاق مع فرنسا عام 1911 11 12 على ان ما غاديش نضمن عقد الحماية ما فيش نسلم منكم الحدود الحماية كاين معنا نعطيكم الحدود معايا هما مرحبا بهم معنا احنا جيت انا درت ديك التمثال هذيك قلت له والمراقب كيعرف العربية احسن مني يقول له واش من فرنسا النهار اللي تفرز عليك من الشرطة عند المغرب علمتكم لا علمتكم عندكم العمل قال له كي ديسي كي ديسي ستيرينيو باش كيقول هذا هذيك قال له كيقول كذا كذا قال له ما بان 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 نوضو نوضو من قدامنا ما بغاوش هذيك الساعة يكمل قلت له هادشي غير نحط حتى الكاوديو صباح حتى الفرانكو لا غدا جينا جبنا الكوبيت مع هاد الدريم صافي سيروا عندكم العرض هذا تكون جيش التحرير جيش التحرير تكون ثلاثة مراكز أكنون بوهريك بوزينب بوسكور تفوغان ميا احنا مشينا 47 من الناس النهار اللي غنداو الحرب سبعة مع الناس سبعة الكراية وسبعة المفردة وشي ندري وشي مهدد وهذيك بعدا كيفاش مشيت انا الجيش التحرير الساعة اللي خدموا اللي كيجي من الدار البيضاء لوجدة دار البيضاء لوجدة ركبونا في الترين وواحد كيلعب واحد ليمونة في الدو وواحد كيجي يقرو مقلوب قال لي إذا شفتي القرى هذا عرف الدنيا مزيانة إذا شفتينا ردينا القرى هذا الدنيا خطيرة والآخر كذلك زين نفسي دي قاسم بقي نفسي دي قاسم إحنا ما كان عرفوا رأسنا بأي ماشي سعود الناس هذو واحد سيدنا في اليوم إحنا في سيدي قاسم واحد النهار حطينا في ثلاثة دليل طلعنا على وطيطاتنا على إلا حتى قالت بن محاد إذا كان عرفوا إحنا انا ما كان عارف مش حتى عارفه ولا كنا اش نعرفه ناد الشمال شمال ناد الجنوب يا الله يا الله حتى حتى جيت بس وكان مشينا كان قال ثلاث ايام اربع ايام حصل عملنا من ايام ديال الطريق لو كان الطريق تازا تازا مشينا في الوحدات اللي نزلونا في الطريق جبرهم كيسينونا دايونا لواحد الدار وشدد علينا فيها الحالنا فيها كل شيء حتى وجدونا في السويس جيش التحرير وجدونا كل شيء وتكون جيش التحرير وجانا السلاح في الخمسة السلاح وصلنا في الدار هكا خدنا كان جبرو السلاح ديالنا وكسوا جيش التحرير كسوا والسلاح قال لك شكون جاب هذا سكت شبا 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 طلع النهار جاب لنا الفطور لفدونا في الطوموبيل دباه المذبوح كان هي دباه حتى المذبوح ما قزلنا يا قزلنا يا في ناحية حدا تازا لفدونا اي ماشي لينا لحقنا لوحق هذا كان جوا الديوانة ديوانة اسبانيول من الجيب وفرنسيس من الجيب حصل هذي لا واحد الجدرمي شاف هكا شاف واحد الزعاج يبيع الجدرمي شاف فيها فواحد من الدراري اللي معايا بدا كيبكي حتى انا صغر منك وما كان مكش انت كيبكي اسكت نشوف قال الو 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 هذا الخطا تاع يلا سيدو عادني بعد عادي بانو هذيك الجدرمية كلهم أصلا جزائري كلهم جزائري هذيك الأنانة أدخلنا السوق طلعنا شكرا لنا 185 كيلومتر بالليل وبالنهار عاد حقنا الجيش جبل بوسكور يا نانا ها راه نرجعوا لورا شوية المقاومة
المقاومة هي مقاومة، مقاومة الشيطان، مقاومة المجوسس، مقاومة المرض، مقاومة الجوع، ماشي مقاومة واحدة. والمقاومة لها شأن عظيم عند الدول، ولكن على الأسف إحنا المقاومة ديالنا لعبوا فيها رجال لو استنى تزرع نزرعوا للتحرير. رجال 8 أيام أنا في السبيطار عند اسبانيول العسكر زوج هذوك القرطاسة من هنايا. ثانيا نبغي نرحلوا من المرحلة هنا بجنا خر بالليل، ركبت على واحد الكيدر بلا من ثم الضبع، هو الكيدر اللي ركب عليه شم الضبع طيحني عاود هرسني وقت هكا قال ما جيت تحرير ماشي بحال المقاومة، جيت تحرير والله وجم الله إلا عامة صنايتي نشرو غير زين سكر قليل الخبيزة هكا كان خصناها بعد قطعوا النص بعد تتغنى الطريق من هذا الحطام ثلاث شهور حنا كم شهور وقعوهم في هذا جايز التحرير جايز التحرير تا وقع ما وقع وكذبوا على محمد الخامس وكان ديك الساعة عباس بن سعيد البارح ما كانش القاهرة قريب قالوا له جايز التحرير راه ما غادي يأيدك شي محمد الخامس وبقى سيابا قالوا اش قالوا اش قالوا قالوا نبقوا يتبادل عطاه شي فليسة شرا من عاد الطحين والزيت والسكر وهذيك عاد بدا كان جينا الماكلة واحد الشيء دوزنا العالم ماشي هادي ودابا من بعد وقعنا وقعت كان هذيك الساعة ما كانش الأحزاب السياسية منين حكوا الأحزاب هذا خطو يدي طرف هذا خطو يدي طرف هذا خطو جاو من بعد جنرالات ديك تاني ما كان جيش فرنسي عاود لي راه عندو الملك جايش هذوك بحال بعد ما نذكرش هنا التسمية ديالهم بعد عسكر ديال الملك جيش الملكي ولكن هما بغاو يكونوا شي لعنة بحال القيلات بحال هذيك خصني دوك يجمعوا من هنا من هنا المقاومة كلفوا لينا واحد الكوميسير في وجدة انا كنت في وجدة ايام هاي هذيك هنا ما دام لنا والو شبرونا تيشوف انا خدمت المغرب كامل بالبوليس انا بوليسي على هذه تسالي لنا وجدة تازة كيقولوا لها زرادة بركان انا جا علاش ما بغيتش هذه المقاومة لها شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى إلى حتى جاء ما جاء وتعدلت الدنيا ولا الاستقلال واستقلال ديك الساعة ما كانش صافي وبقاو كيبينوا فاكرين هذيك هذيك عظيم ان بالمقاومة اللي وقع انتوما كاملين لا لا انتوما ولا اللي دار الديور ديالهم هذيك ما بخبرمش في المغرب كان في المقاومة ماشي انا في راس السنة مشيت عملت شي محاضرة هنايا في حد المدرسة يعني مدير المدرسة ما عارف شي الشمال كان مفروق على الجنوب لأنه معذورين لأن المقاومة ما خلاو لا قرعة ما خلاو لا عرج ما خلاو فناطز ما خلاو حتى شي حاجة اللي ما ذكرش التلفزيون تما كتشوف التلفزيون كلشي حتى اللي يعسس على بيت الماء حتى في التلفزيون هذيك إلا الحين المقاومة ما تذكرش المقام حتى جا مصطفى الكثيري عاد بدا كذباش يعني وشنو هي المقام ما شاء الله وصلت عني ولا حول ولا قوة إلا بالله ولهذا المحاضرة هذه ابتدائية إن شاء الله هذه ابتدائية أنتم ما كتشوفوا عندنا زاد عمر ضغط المحاضرة كخصا قبل قانون ديال المحاضرة ولا لا كيكون ستيد عاد كيتفرقوا في القهاوي كل شيء كاين واحد المحاضرة كاين واحد المحاضرة اللي بغا يجي يجي اللي بغا يجي يجي من التعليم من دابا عندنا كاين كان تبع ان شاء الله يكون عندنا امكانيه في لقاءات اخرى مستقبلا بالتنسيق مع المدارس يعني كثير مهم جدا انه تلامذ يعني انه شكرا لتحضيرك الى هذا اللقاء ولنا طبعا لقاءات اخرى في نفس الموضوع او في قضايا اخرى مرتبطه باهتماماتنا الثقافيه والحضاريه وشكرا لحسن اصغائكم. كي ديالنا كيقولوا له عمر العدي قال احنا العسكريين تبع كانوا معايا 3 أيام مقيد العسكر واحد بثلاثه تريال وهذا ما تيجي
قال احنا نلتمسوا مع المدنيين. هذوك المدنيين مدنيين عندنا سياسيا. احنا عسكريين من هنا علينا السياسة. إذا سقنا الخبر غادي إما يدونا في القناطة ويروحونا ولا غير. تبقيت كنسافر. قسمت أنا فرقة. الفرقة ديالي ديال العسكريين كانت أنا هنا والفرقة ديال المدنيين عندنا هنا واحد المقام كيقولوا البركات. مقام كان عندهم قهوة في القصر قدرت قهوة ديال ابتدائي يعني إلى يومنا هذا كتسمى قهوة ابتدائي. لينا كانت تنعى. لينا كانت تنعى وكانت تنعى وصغرنا فلوس جمعنا سلاح جمعنا كنصيفطوا سلاح 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 شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع واحد العسكري كان عساس من الزوج للربعة هذيك هي الساعة القبيحة في العسة. واحد الدار كانوا يسكنوا فيها غير الضباط العزالة. وهكا جا شي واحد دالو السلاح ديالو. نجاو يبدلوه يضروه بلا سلاح. دوال هذيك راح ضربت الكورنيطة في القصر العسكر كل شخص يطلع. خدكم في وسط محمد واحد النوع ديال الكورنيطة. كان جبروه فوش يفبدوه هكا القنب عطاوه 100 القنب ونفدوه في الطمن الى السبيطار اللي حنا نعرف العسكر من هاد الدواء الستة. على هذيك مشاو كيفاش كيجبروا واحد العدد ديال السلاح مشى من القصر من هنا من هنا من هنا من هنا دار كان عندهم جاو البوليس من اسبانيا يعني الانسبكتور جاو من اسبانيا كيبعثوا مع البوليس في القصر يا الله يا الله يا الله شهرين هما في البحث راه قيد عبد العسكر كان عنده واحد مقدم العسكر سارجنتو عبد الله الخصاصي هو رئيس المخابرات ديال العسكر في القصر عملوا معاه اللي كيقولوا في الكوميساريا كيبغوا يبعوا لينا هما عندهم هذا اللي كانوا معنا بعض البوليس في القصر من احمد الرحالي ابراهيم واش كيقولوا مبارك الخير العياش السريفي وهذه بزاف ديال الناس كانوا معنا تفضحنا قال البحث 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 البوليس ديال المغرب مع البوليس ديال تلحقوا لهذا العبد هذا المكمل هذا هذا ما كانش يشوفوا هذا هذا ديك الساعه كنت انا لحقوا لي قال كان عندنا مستعصية اخرى كيسميني الخيل عريشي لحقوا لي جا ذاك الساعه كنت ندير المحاضرات على الناق على النهايه غاتكون فراش شهر اما غادي عليكم قطره يديكم استراليا ولا هذيك فكرت 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 مشيت عند هذاك اللي هو مدني رئيس ديال المقاومه اللي كان زيد خذوها شوقا 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 اتصلنا على الناس اتصل قال لي واش ضربوا واش ضربوا قلت لهم من رد الخضر على صحابي عملنا مجمع تسعود ديال العسكر تسعود عسكر واحد مدني يا عشرة كل شهر هنا انت تدخل فوق الشجر بدونا خرجونا سيدي الضايع وقصات الليل بوحده ونص الليل جاو الدولة راح الدوار راه عرضوا نزلنا الحدود هما معادلين معادلين الطريق معادلين مع فرنسا باقي باقي هادشي في 53 باقي نزلنا بالطوموبيلات جوج طوموبيلات مشينا عندنا الكرازة بيت في الكرازة في الصباح كانوا معاودين يدونا السوق الأربع الصباح ما بداوناش ما جاوش شي مرانا خاصنا تجي الطوموبيل من السوق الأربع فرغوليطا حنا كنتغداو ونسمعو في راديو تطوان كانت بتاع الإذاعة تطوان هربو قداو قداد العسكر في القصر وشمروهم وطرقوهم حنا تما ثلاث أيام ثلاث من السوق الأربعة مشدود علينا ولكن ردونا القنيطرة ردونا القنيطرة بواحد الدار الحاج محمد الديوري الحاج محمد الديوري اللي كان ولد الحاج عاد خلي ليان حسن تاني ديال مشهور راه الشارع ديالو من دكار الى حتى الوان شحال محمد زين كان تمنيا عنده شدد علينا وكان ياكلو وهادي كان خاطر عليه عن شحال دينا تسمع دينا ثلاث ستة كراي ديال ديال جوج ثلاثة صغارين ثلاثة كبارين خماسي دينا جوج مطريطات وفردي ومشينا كان يعطينا هنا تا الوحدة تا الزوج هذيك ديك النهار كان عندنا وهاب يدو راجل كبير قال ولادي انتو عسكر قلنا له عسكر وقال لي جيش التحرير هو غيتكون في جبال الريف من
دابا اختي معناها تمشي للجيش التحرير. قلت لها نعم. بدلوا المقاوم زيرو. عاود كاين قضيه كانت وقعت المقاومه. المقاومه من بعد حسوا بتحرانيه كاينه كل شيء ولا مقاوم. كل شيء. ما يزيد على 100,000 مقاوم. هذه كذوب هذه. اللي حصل هذه البطاقة سيف المقاومة اللي حصل عليها 39,000 وهذيك وفيها الشك ما هي شيء هذا زهرو دخلتو هذا شرب الشهادة هذا أنا خرجت وحدة الحسن الثاني عام 73 خرج واحد الظاهر 193 250 15 يوم 56 73 ظاهر رقم 193 250 مع الرقم 15 يوم 1973 أسس المجلس الوطني وأسس الحسن الثاني يعني ديك الساعة هما تفرقوا هذه اللجنة ديال الكلا هذه اللجنة المراجعة هذه بداو مشاو للعمالة ناكلوا الشراب واللي بداو يلعبوه ما دافعوش على المقاومة يعني وطبعا لكريمات الدواء الاراضي اللي كانوا عاودتهم غير ايش لا نادر المقاوم ديك الساعه بحالنا حنايا اللي ما كنا والو كنا غير جنود انا طامني قراد محمد الخامس انا من الشرطه في محمد الخامس اللي كنا باقي في الرباط مجموعين جيت التحرير نهار 8 نغوص ديال 56 دوزنا الاستعراض في الناظور جيت التحرير كامل وما مشى كذبوا على الملك قالوا له جيش التحرير راه ما غيبغيش يرجعنا اعلن هو في الراديو وحنا في الجبال نهار وين فلاني نكونوا في النظر مشينا النظر كل شيء جيش التحرير لا دبو سكر ولا تزنيت ولا ديال هذاك يعني كان قال خطب علينا وتكلفت انا من منستا عطاني 160 واحد من منستا ديال الملك قلب وجهك لهاد الجهه قلت انا بحال اذا كنت انا عارف خدمه البوليس انا ماهيش البوليس قلب انت لهاد الجهه قلب هذا هذا ساعه رجعنا يلا جلسنا ثلاث ايام في الجبال ما لا من الديوان الملكي جيت تحريري هود كل الرباط هود الرباط جابوا لنا الكيران مشي للمدينه وانت عندك خايف وبنت خالتك وبنت خالتك هبط هذا عنده خاف وهذه هبط ما هذه هذيك خدنا الرباط المدارس الرباط كل عمرك جيت التحرير من شافوا الحكومه ديك الساعه كانت بكاي وعاود واحد النقطه رجعوا ليها هو المغرب استغفر الله يا ربي من تكون الحكومه الاولى عرجه برجل واحد باقي عرج دابا باقي لان الحكومه الاولى كان فيها دريس تقول هذاك المكناسي وزير الداخليه عرج دريس الجاي دريس الجاي محمدي عرج ورئيس الحكومة قطع رجلو، هاي بقى من إلى اليوم ما بقى مقطع رجلو، صافي، بقى هي هي، كاين حتى شي حاجة، بقى حتى شي حاجة، ديك الساعة شخر القول، النهار جا هنا الدكتور خطيب، الدكتور محمد الخامس خصو 73 واحد، جا بكار وجا بدانا من الديوان الملكي، احنا واقفين هكا جيش التحرير وخرج محمد الخامس وعلى الفاسي والمختار السوسي وهذيك وجرى التاج يوسف عندنا كيشبر فينا هكا ما كان محمد الخامس قال لي شبر فيك او الهدينا كيشبر فينا الملك كيجيب لنا كان نفحو كيجيب لنا الله هذا دار الملك ايوا هذيك الساعة عيا قال له شوف كان الساعة محمد غزاوي هو المدير قال له شوف لكل ذي حق حقه هذا حق دوزنا محمد دعتنا للبوليس دخلنا للبوليس كرادية شي شهر مراكش شي هذه هذه ديك الشيء كان هكذا وزاوي خلى ذاك الشيء عنده نجاو صحابو عطال هذا وعطال هذا عطال هذا ايوا داز اللي داز علينا اللي داز علينا خلى دابا المقاومين في هذا الوقت هذا هو ادل شيء ادل شيء وكبرنا ما بقى عرفنا حال والاداره اللي كنمشي ليها ما كاع لا قايد ولا قايده ولا والو
ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحاضرة هذا غير أقل ما قلت أنا، ما عندي ما نقول، عندي ما نقول هذه. صافي إن شاء الله الرحمن راح نمشي محاضرة أخرى يكون خير. حبيبي أنا أخوتي.